السائلة تقول أنا ربة بيت ولا أعمل، ومعظم وقتي لأولادي في خدمتهم وفي خدمة زوجي، وأكون في المطبخ وأستمع إلى القرآن الكريم، فهل لي أجر في ذلك؟ نعم لك الأجر ولله الحمد على ما قمت به من العمل في بيتك وخدمة زوجك وأولادك، ولك الأجر أيضا على استماع القرآن من المسجل. الشيخ الذين يعني يكون هندامهم متسخا ويذهبون بملابسهم إلى الفرائض والصلاة، صلاتهم صحيحة إذا كانت ملابسهم طاهرة ولو كانت متسخة، ولكن الأفضل أن يذهبوا إلى الصلاة بحالة جيدة في الملابس وفي الاستعداد، لأنها عبادة عظيمة ومشهد عظيم ومجمع من مجامع المسلمين، فيتهيئون له باللباس الساتر النظيف. نعم. ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة؟ نعم، يعظم وجه الله عز وجل فلا يسأل به شيء من مطامع الدنيا، وإنما يسأل به الجنة التي هي غاية المطالب، تعظيما لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا السائل يقول بعض الناس شيخ وبعض الشباب هداهم الله في الشوارع يسرع سرعة جنونية فيؤذي المارة الذاهبين إلى المساجد أو إلى أعمالهم، ما حكم هذه السرعة؟ لا يجوز هذا، لأن هذا فيه ترويع للناس وفيه تعريض لنفسه وللناس للخطر، فلا يجوز الإسراع بالقيادة ولا يجوز ترويع الناس، بل على المسلم أن يرفق بنفسه ويرفق بالناس. هل للموت يوم الجمعة يا شيخ مزية وهو من علامات حسن الخاتمة، وهل ورد شيء في ذلك؟ لا أعلم شيئا من ذلك، ويوم الجمعة يوم شريف ويوم فاضل، والمسلم يرجى له الخير في أي يوم مات، في أي يوم مات، ليس المدار على أنه يموت في وقت كذا أو في مكان كذا، وإنما المدار على العمل والصلاح.